مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من ترندز على شاشه القناه الاولى. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقره ترندز اوف ذا ويك. رعب في اليابان، موقف غريب في الهند، واخيرا ظهور اميره ويلز، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. واضح أن العالم على موعد مع حالة من الرعب والخوف من جديد، وده بعد انتشار مرض ناجم عن بكتيريا في اليابان. وبحسب المعلومات اللي كشفت عنها منظمة الصحة العالمية، البكتيريا دي بتتسبب في تآكل لحم الإنسان وممكن أنها تقتله في خلال يومين. ووصل عدد الحالات المصابة بالمرض المسمى Streptococcal Toxic Shock Syndrome أو STSS في اليابان لأكثر من 977 حالة. وطبعاً ارتفاع عدد الإصابات بالمرض البكتيري ده أدى إلى حالة من الخوف الشديد على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً إن أعراضه في بدايتها بتشابه مع أعراض التهاب الحلق. الفيديو اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي حقق ملايين المشاهدات على كل وسائل التواصل الاجتماعي في العالم كله تقريباً. وزي ما احنا شايفين الفيديو صور في الهند خلال الأيام اللي فاتت، وبيظهر فيه واحد من رجال الشرطة وهو بيسحب جثة شخص كانت بتطفو فوق المية من الساعة 7 الصبح لحد 12 الظهر، وده اللي خلى الأهالي يبلغوا الشرطة. ولكن المفاجأة ان الشخص ده كان نايم نوم عميق وما كانش ميت، وكان بيعمل كده عشان يقاوم درجات الحرارة المرتفعة جدا في الهند. من أكتر الموضوعات اللي تصدرت الترند عالمياً خلال الأيام اللي فاتت كان ظهور أميرة ويلز كيت ميدلتون لأول مرة بشكل رسمي من ساعة الإعلان عن إصابتها بالسرطان، وده خلال توجهها لحضور حفل تروبينج ذا كولر واللي كان مقام في قصر باكنغهام في لندن. وكان من أهم أسباب اهتمام الجمهور على السوشيال ميديا بالخبر الرسالة اللي كتبتها كيت واللي قالت فيها إن في تقدم جيد في العلاج ولكنها لم تتجاوز أزمتها بعد. وبكده نكون خلصنا فقرة ترندز أوف ذا ويك. ودلوقتي جه معادنا مع فقرة سكوب. بيتعرض حاليا في السينمات 4 أفلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والأفلام جت متنوعة بين الأكشن والتاريخي والكوميدي، وهي ولاد رزق 3 وأهل الكهف واللعب مع العيال وعصابة الماكس، وده اللي بيخلي الموسم ده واحد من أقوى المواسم في السينما من سنوات، وخصوصا إن احنا بنشوف فيه أسماء لفنانين كبار. وعشان نعرف أكتر عن تفاصيل الأفلام المعروضة حالياً هيكون معنا مداخلة مع الناقد الفني مصطفى الكيلاني. أهلاً بحضرتك. أهلاً وسهلاً بيكي، وكل سنة وحضرتك طيبة والمشاهدين كلهم بخير يا رب. وحضرتك بخير وبألف صحة وسلام. شايف إزاي عودة فيلم ولاد رزق بجزء ثالث ومشاركة النجوم عالميين فيه؟ فيلم ولاد رزق حقق نجاح كبير في الجزئين اللي قبل كده، الناس كلها كانت مستنيه الجزء الثالث ده بقالها كتير قوي، في عدد كبير من النجوم اللي الجمهور كله بيحبهم، فعلشان كده طبيعي انه يبقى في نجاح. حتى يعني من بدايه عرض البروموهات بتاعت الفيلم وهو متشاف بشكل كويس جدا، والناس كلها بتعلق على السوشيال ميديا والناس كلها مستنياه، ففعليا الفيلم نجح. الجزء الاولاني نجح كبير، يعني هو ولاد رزق واثنين والفيل الازرق هم وكيره والجن دول اعلى 3 أفلام في الايرادات في تاريخ السينما بحسبه الفلوس، يعني مش بحسبه عدد التذاكر. لكن الجزء الثالث كمان في شكل اكثر ابهارا، الانتاج اكثر سخاء في الموضوع، فعلشان كده اتوقع كمان يكون نجاحه اكبر من الجزء الاول. طيب بالنسبه لعوده خالد النبوي للسينما من خلال فيلم اهل الكهف بعد طبعا تفرغه لسنين للدراما اللي شفناها في الفتره اللي فاتت، هو خالد النبوي تفرغ للدراما التلفزيونية بقاله سنين فعليا، وسينما مفتقدة فعليا. خالد النبوي واحد من أفضل الممثلين المصريين ومن أهم الوجوه اللي حاولت تقدم سينما مختلفة ومغيرة من بدايته في أوائل التسعينات. هو النهاردة بيقدم عمل، العمل اتأخر كتير، اتصور في
حوالي 4 سنين حصل فيه مشاكل إنتاجية كتير. أتمنى إنه العمل يعدي الخطوة العرض في العيد بإيرادات جيدة علشان يكمل خالد النبوي شغفه في تقديم سينما هو بيحبها وعاوز يعمل حاجة مختلفة فيها. هل حضرتك شايف انه فيلم اهل الكهف هيكون امتداد للنجاح اللي شفناه في مسلسل الحشاشين في دراما رمضان اللي فات، بما ان الاثنين اعمال تاريخيه، ولا ملهمش علاقه ببعض؟ لا، الاثنين صعب يتقارنوا ببعض، لانه ده حاجه وده حاجه تانية خالص، وده ستايل وده ستايل تاني. الحشاشين عمل متقدم بشكل متطور اكتر بكتير، مع حتى في تقنيا من اهل الكهف، لانه اهل الكهف اتاخر كتير في عمليات الانتاج. فالموضوع بس مختلف في شويه تفاصيل كتير، بس مع ذلك اتمنى انه اهل الكهف يحقق ايرادات جيده في الموسم، رغم انه انا شايف ان توقيت نزوله صعب عليه، صعب انه ينزل في العيد، ده مش في العيد. بس يا رب يا رب يكون في ليه مساحه جايه. طيب، وايه رايك في البطوله الجماعيه للسينما السنه دي؟ فبنشوف مثلا فيلم اهل الكهف وفيلم ولاد رزق وفي كذا فيلم. البطوله الجماعيه هي بطوله ده موجود دايما في السينما المصريه من بدايتها اصلا طول الوقت. بالمناسبه يمكن انجح افلام في تاريخ السينما المصريه اللي بيكون فيها مجموعه نجوم كبار موجودين. يعني احنا مثلا بنتكلم في كيرة والجن، هتلاقي كريم عبد العزيز واحمد عز ومعاهم كوكبه من الممثلين التقال والنجوم بس الكبار. كان بقى لنا فتره قبل الافلام دي كنا دايما نشوف بطل او بطله او بطل وبطله بالكتير. ما هو ده يا فندم، ده الغلط. بالظبط، ده ممكن يبقى عمل واحد عملين طول الوقت. السينما اللي بحضرتك كنت بتشوفي نجوم كبار جدا، كل واحد منهم يشيل فيلم لوحده، وكلهم موجودين في عمل واحد. ممكن بعد كده كل واحد منهم بيعمل عمل لوحده، بس الطبيعي والمعتاد ان هم الاسامي كتير وتقيله موجودين في فيلم واحد. صح، ده دي طبيعه السينما. انت تلاقي بره في 12 نجم موجودين في فيلم واحد، 12 نجم نجم من السوبر ستارز طبعا، هوليوود ستارز. بالظبط، فيعني احنا النهارده بنتكلم في انه نموذج ولاد رزق ده نموذج طبيعي جدا، ونموذج وكذلك اهل الكهف نموذج طبيعي جدا، وعلى ما اظن حتى في اللعبه مع العيال محمد عادل امام مش لوحده. محمد عادل امام معاه افيش كبير قوي وضخم جدا من الممثلين والكوميديانات الطوائف. طيب، بالنسبة للأفلام الكوميدية حضرتك شايفها ازاي السنة دي؟ والله احنا شكل الكوميديا بيتغير عندنا. يعني انا عندي امل في فيلم عصابة الماكس لأحمد فهمي، يمكن اكتر شوية من اللعبة مع العيال، لانه احمد فهمي ذوقه الكوميدي مختلف شوية ومميز. هو وشيك وهشام ماجد بيلعبوا الكوميديا تناسب اكتر الوقت وتناسب العصر وفيها افكار جديده على ما اظن اكتر من اللي هيكون قدمه شريف عرفه ككاتب في لعبه مع العيال. مع احترامي الكبير لشريف عرفه كمخرج، طبعا لكن شريف عرفه ككاتب عنده مشاكل كبيره في الكتابه، لكن هو كمخرج، هو كمخرج طبعا واحد من اهم مخرجي السينما المصريه في تاريخ. بس اتمنى انه برضو احنا لسه بنشوف الافلام ونتابع، وكمان بنتابع الايرادات، انه فيلم اللعبه مع العيال يكون نقله لمحمد عادل امام لقدام، لانه محتاج يعدي الكبوات اللي حصلت له في خلال الفتره الاخيره خاصه التلفزيونيه. هل حضرتك شايف ان 4 افلام كفايه على موسم عيد الاضحى، ولا كنا محتاجين افلام اكتر من كده؟ هو بصراحه على عدد الستريمات اللي موجود طبعا 4 افلام كفايه قوي، لان احنا عدد الشاشات بيتقلص للاسف في مصر. دي ازمه كلنا بنتكلم فيها، كل الناس في السينما، حتى الدوله نفسها بتتكلم فيها، مسؤولين السينما في الدوله، ان عدد الشاشات في مصر قليل جدا ولازم يزيد.
ما ينفعش مصر تلك الدولة العظيمة اللي كل اللي فيها حوالي 105 مليون بني آدم وفيها حوالي 15 مليون ضيف، يكون عدد السينمات فيها سينما لكل نص مليون بني آدم. صعبة جدا، ده رقم ضعيف جدا جدا، ورقم أقل بكتير من دول أقل مننا بكتير جدا وما عندهاش تاريخ سينمائي زينا. الناقد الفني مصطفى الكيلاني، بشكر حضرتك جدا على المداخلة، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، ربنا يخليك، شكرا. وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب. تعالوا دلوقتي نروح نشوف مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل باقي فقراتنا، استنونا. وده ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب، ونجمنا النهارده هو الفنان إياد نصار اللي حاليا بيتعرض بيه حلقات مسلسله الجديد مفترق طرق، واللي بيشاركوا فيه النجمة هند صبري، وكمان هو أبدع في دوره في مسلسل إلا الطلاق اللي شاركوا فيه دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف. تعالوا نشوف إياد نصار بيعمل إيه على السوشيال ميديا. إياد نصار عنده أكاونت واحد بس على الإنستجرام، وبيحب ينشر عليه أعماله والجديد في أي حاجة تخص شغله. فتعالوا نشوف الإنستجرام فيه إيه. بيتابع إياد نصار حوالي 1,500,000 متابع، وهو بيتابع 312 أكاونت، معظمهم من الوسط الفني زي الفنان ماجد المصري وهند صبري وغيرهم من النجوم. وهو ناشر لحد دلوقتي تقريبا حوالي 854 صورة وفيديو. معظم الصور والفيديوز في أكاونت إياد نصار مشاهد من أعماله الفنية وبوسترز ليهم زي مسلسل إلا الطلاق، وش وضهر، وأصحاب ولا أعز. وده كان سوشيال لاب إياد نصار. استنونا كل أسبوع وفنان جديد وسوشيال لاب جديد. من أكتر الحاجات المشهورة على السوشيال ميديا هي طبعاً الجروبس، جروبس الشغل، جروب الماميز، أو جروب الشلة والمدرسة وكمان الجامعة. ولكن يا ترى كم حد فينا فكر إن هو يستغل الجروبس دي في إن هو يعمل بيها عمل خير مستمر، عمل يفيد ناس كتير ويكون ليه دور مهم في الخدمة المجتمعية؟ ضيفتنا النهاردة قررت إنها تعمل ده عن طريق طبعاً جروب خريجي المدرسة اللي كانت فيها، ومنورانا في الاستوديو النهاردة المهندسة دعاء طاهر، مؤسسة جروب خريجي مدارس الراهبات والرهبان. أهلاً بيكي. أهلاً بحضرتك مدام. أهلاً بيكي. أول حاجة عايزين نتعرف عليكي أكتر ونعرف إيه هو فكرة الجروب بتاعك. أنا دعاء طاهر، مهندسة ديكور، وبشتغل في أحد الجهات الحكومية في اسكندرية، وخريجة أحد مدارس الراهبات، هي فرانسيسكان الإبراهيمية. والفكرة الحقيقة كانت من 2017 إن احنا يعني نضم كل خريجي المدارس دي، ولاد وبنات، راهبات ورهبان، في تجمع واحد. والتجمع ده من خلاله ان احنا نقدر نخدم المجتمع ونعمل بقى اكتيفيتي ثقافيه وتبادل طلابي وشغل مع المؤسسات المشهوره والانترناشونال زي الامم المتحده وزي اليونسكو كده يعني. طيب ايه اللي خلاكي من الاول خالص تفكري ان انت تعملي الجروب ده؟ الحقيقة هو خريجي مدارس الراهبات والرهبان بشكل عام بيبقى ليهم شخصية يعني بيتعلموها في المدارس المدرسة دي. اللغة مش ده الأساس، لأني المدارس دي في منها اللغة الأولى فيها فرنساوي، وفي منها إنجليش، وفي ألماني، وفي عربي وعادي جدا يعني، إنما هي تربية الراهبات، هو ده الغرض من التجمع. لأن التربية دي أولا المدارس دي أقدم مدرسة داخلة على 200 سنة. فالمدارس دي المفروض إن هي ماشية على خط واحد من يوم تأسيسها، وهو خدمة الإنسان، خدمة الإنسانية، تقبل الآخر واحترامه. فإحنا التام ده هو أو الشكل ده اللي إحنا تعلمناه في المدارس دي من خلال التجمع ده، هو احنا كنا عايزين ننشر اللي تعلمناه في المدرسة. فعشان كده هو كان جت الفكرة ان كلنا نفس التربية. طب ايه نوع الاعمال اللي انتوا بتقوموا بيها على الجروب ده؟ هو ابتدى جروب كان في 2017، وبعدين بعد 3 سنين في 2020 اصبح مؤسسة خيرية غير هادفة للربح بتتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
فشغل كمؤسسه احنا بنعمل كل شغل المؤسسه. أوكي. يعني اي مؤسسه لها اعمال خيريه ده نفس اللي احنا بنعمله. ليها طبعا جانب اجتماعي، خدمه مجتمع، توصيل مياه شرب في الصعيد، يعني احنا اخترنا الصعيد بالذات عشان نوصل فيه مياه شرب. طبعا الاطعام طول السنه، بنشتغل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، فبنعمل دعم للاجئين اللي موجودين في مصر. في جانب بقى احنا مختصين بيه أكتر وهو التوعية. التوعية أهم حاجة بالظبط، يعني هو ده اللي بيميزنا أو يعني بنختص فيه أكتر، اللي هو التوعية. أنت إزاي تعود الطفل من وهو صغير ان هو يتقبل ويحترم الاخرين. وطبعا في جانب اخر من التوعيه ضد العنف، ضد المراه والختان وجواز القاصرات. فده احنا بنهتم بيه اكتر يعني. فيما عدا ذلك طبعا الجوانب الاخرى من اللي بتمارسها اي مؤسسه خيريه موجوده، وفي طبعا جانب ثقافي مهم جدا في المؤسسه. طيب الجروب ابتدى بكام ووصل لكام؟ هو ابتدى ب 80 فرد، ودول كانوا الأصدقاء الشخصيين ليا على صفحتي، وفي خلال 24 ساعة وصل 6000 7000، والعدد كان بيتزايد بشكل كبير جدا. هو دلوقتي 28000، وإحنا محددين قوي القبول، يعني بنشدد قوي في القبول. هو الجروب المغلق ده اللي هو عليه 28000، ولازم كلهم يكونوا من خريجين المدارس دي، او يعني يكونوا في ثانوي، مرحله ثانوي. ده الجروب المغلق، ده الجروب المغلق اللي هو تاسس في 29 نوفمبر 2017. وطبعا في الراهبات اللي درسونا واللي علمونا وكذا، لكن الصفحة المفتوحة دي احنا عملناها بعد كده علشان لما بقت مؤسسة طبعا، علشان الناس تبتدي تشوف الشغل بتاعنا واللي احنا عملناه. كل العالم بقى، واللي عايز بقى ان هو يساهم في الاعمال الخيريه، اللي عاوز ينضم للاعمال الثقافيه كده. يعني انتم معاكم ناس من بلاد مختلفه؟ في ده في الجروب المفتوح ولا كمان المغلق؟ المغلق، المهم ان هو يكون خريج راهبات. أوكي. عندنا من لبنان، وعندنا من كندا، ومن فرنسا، وطبعا من الدول العربيه فيه، اللي هم اتخرجوا برضو من مدارس راهبات. طيب هو فكرة الجروب عامة دايما بتكون صعبة، ازاي تم التواصل مع الناس دي؟ هو انشئ في اسكندرية، ففي اسكندرية في المجتمع ده مترابط جدا، مجتمع خريج المدارس دي، لان اسكندرية فيها اكبر عدد من مدارس الراهبات بالزبط. في مصر كلها. احنا عندنا في اسكندرية تقريبا 22 مدرسة ما بين ابتدائي واعدادي وثانوي. فطول ما احنا في المدرسة 14 سنة في نوع من التعاون المشترك، يعني الأمانة العامة للمدارس، المدارس دي بتعمل دايما أنشطة. فأنا خريجة مدرسة فرانسيس كان الإبراهيمية أعرف اللي في نفس سني خريج مدرسة مثلا مردوديو أو نوتردام أو اللي كانوا في سان مارك من الولاد، فإحنا كلنا نعرف بعض. ممكن ودايما الاسر اللي هي بتدخل ولادها المدرسه دي لما بيكبروا وبيتجوزوا بيحرصوا ان هم يدخلوا برضو ولادهم المدرسه دي. فهتلاقي العيله الاب والام جيل ورا خريجي المدارس واولادهم واحفادهم. فده اللي عمل سهل اكتر ان احنا يعني هتلاقي واحد انت اخوك كان مع ابن خالي في المدرسه، وانا اختي كانت مع بنت اختي، وهكذا. فده اللي سهل اكتر طبعاً. الموضوع يعني. طب ازاي تحول من جروب ممكن يكون بيجمع صحاب وجروب ذكريات لخدمه مجتمعيه؟ هو على السوشيال ميديا، وهو ده اللي فرق. يعني على السوشيال ميديا في جروبات كتيره جدا طبعا، يعني ليها تقريبا صفه مشتركه يعني، لكن ما بتوصلش ان هي يعني مجرد بقى ان احنا بيبقوا جروب وبنقعد يتكلموا وننزل حاجات، فبالتالي بعد سنه بكتير قوي تبص تلاقي الجروب وقع، لان هم ما فيش حاجه بتتعمل خلاص، يعني اتقال الكلام مره واثنين وثلاثه وبقى بعد كده هو مجرد بقى بوستات صح، ما فيهاش اي حاجه. لكن لانه سهل ان الانسان يعمل جروب، بس ان الجروب يستمر بس ده بيحتاج وقت ومجهود وافكار، يعني بيبقى صعب.
بالظبط. فهي الفكرة أو الهدف يعني كان إن هو ينشأ التجمع، نجمع الناس، وبعدين بعد كده بقى نبتدي إن احنا نتوجه لأهداف نبيلة زي ما بيقولوا. طبعا وده الهدف الحقيقة من السوشيال ميديا. يعني ما يعني شيء مؤسف جدا إن يبقى السوشيال ميديا احنا بناخد منها بس الأشياء السيئة، صح، لكن هي لو قدرنا إن احنا نوظفها صح زي ما حصل، وده مثال، الجروب دهوت مثال ان هو جمع عدد كبير جدا وتوظف العدد دهوت ان هو بقى بيخدم المجتمع المصري نمرة واحد، ونمرة اتنين بقى ضيوفنا اللي بيجوا لاجئين عندنا، ده غير طبعا النواحي الثقافية واكتشاف المواهب. احنا عملنا فيلم، المؤسسة انتجت فيلم قدمه، بيكون أفلام زي تسجيلية قصيرة افلام مثلا أو قصيرة، فيلم قصير كان فكرة وإخراج طالب في ثانوية عامة في أحد المدارس ديت، مدرسة سان مارك، اسمه آدم علاء الدين، وهو الحقيقة يعني مبدع على صغر سنه، إنما هو له أكتر من تجربة. ولما عرض على المؤسسة الفيلم. الفيلم احنا وافقنا وأنتج الفيلم، وكل الممثلين فيه برضو خريجي أو طلبة في المدارس دي. والحقيقة الفيلم اترشح لمهرجان ميلانو واترشح لمهرجان الهند. طب الفيلم قصته عن ايه يعني حتى لو حتة صغيرة؟ الفيلم بيتكلم على المرأة وبتلخيص شديد على حرية المرأة، وانك انت اي مجتمع هيخنق قوي الست، هيأدي القفل عليها ديت او الانغلاق هيؤدي في الاخر الى كارثة. فهو احترام المرأة ده الهدف الاساسي، وانك انت تعملها ككائن انسان مش مجرد جسد. ده بتلخيص شديد جدا ايوه طبعا. الفكرة يعني. لا بجد جود لك، يعني فكرته حلوة جدا كمان. طيب بين ان حضرتك مهندسة اكيد في اسرة، ازاي بتلحقي على الجروب والاعمال الخيرية؟ دي نصيحة هنخطفها منك كده لكل الستات يعني. والله هو انا عندي بنت واحدة، ربنا يخليها لك. ميرسي لحضرتك، هي في اولى جامعة وخلاص يعني، برضه هي خريجة برضه المدارس دي، وزي ما قلت لحضرتك يعني هي المدرسة دي بتنشئ شخصية بني آدم. يعني بيطلع البنت أو الولد من ثانوية عامة بيبقى خلاص قادر إن هو يعتمد على نفسه. أنا شغلي بيبقى الصبح، بخلص شغلي الصبح، الجزء بتاع بعد الظهر ده هو بيبقى مخصص ما بين البيت وما بين المؤسسة. فبقدر الإمكان الواحد بيقدر ده، غير طبعا إني أنا يعني مش بشتغل لوحدي. أنا طبعا بعد طبعا ما بقت مؤسسة طبعا في يعني كاست كبير جدا، في مجلس امناء وفي مستشارين وفي رؤساء لجان وفي متطوعين في اللجان، فطبعا كم مهول من الاصدقاء والزملاء اللي بيشتغلوا، وطبعا هم دول اللي بيشيلوا معايا بشكل كبير جدا، فطبعا ليهم كل الشكر، لان لو الشخص لوحده مش هيقدر يعمل حاجه. طبعا فطبعا كل دول طبعا يعني بيهم الواحد قدر يكمل. احنا سمعنا ان كمان في مشاهير على الجروب، طبعا هتغششينا وتقولي لنا مين؟ المشاهير لو هنتكلم على السياسة فاحنا عندنا السفيرة السابقة نبيلة مكرم، اللي هي كانت وزيرة الشؤون الخارجية، وفنانة سيمون، دول موجودين على الجروب. في بلوجر معروفة جدا اسمها كنزي مدبولي، المفروض ان هي برضو موجودة على الجروب. وفي بقى طبعا دكاترة وسفراء وعمدة ورؤساء أندية، يعني رئيس مجلس إدارة نادي ايوه سبورتينج، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، كل دول خريجي مدارس سان مارك موجودين في الجروب. في الجروب. وطبعا بقى في مشاهير خريجي المدارس دي أصلا، طبعا هم توفاهم الله يعني، ربنا ربنا يرحمهم يرحمهم. ويغفر لهم، زي الملكة فريدة، زي رشدي أباظة، دكتور عصمت عبد المجيد، وطبعا عبد الفتاح الأسري. وفي طبعا مشاهير بس هم مش موجودين معانا جروب، نتمنى ان هم يدخلوا، زي الفنانه ليلى علوي، الفنانه شيري عادل. طبعا سناء جميل برضو كانت من خريج المدارس ديت في المنيا، اوكي فهم خرجوا الحقيقه كم كبير جدا من مشاهير.
احنا كمان سمعنا ان انتوا عملتوا فرقة موسيقية للغناء الشرقي، ممكن تكلمينا عنها شوية؟ الجانب الثقافي في المؤسسة بيهتم جدا بالمواهب الشابة من العزف والغنى والتمثيل والإخراج. الإخراج زي ما حضرتك ذكرنا موضوع الفيلم، فيلم الأسرة. فإحنا بنعمل مسابقة كل سنة، وعن طريقها بناخد المميزين جدا في العزف وفي الغنى. فإحنا عندنا فرقة دلوقتي اتكونت على مدار 5 سنين، حوالي 22 عازف وعازفة ومطرب ومطربة، وبيقدموا الحقيقة هم ليهم خلاص ستايل بتاعهم دلوقتي اللي هو الغنى الشرقي الأصيل، وساعات بيدخل فيه جزء غربي مع الشرقي. قدموا الحقيقة، آخر حفلة كانت قدمت السنة اللي فاتت كانت في ساقية الصاوي، واتعملت حفلة لصالح غزة السنة اللي فاتت برضو في اسكندرية، وتقدم طبعا عروض على مكتبة اسكندرية وعلى الأوبرا، مسرح الأوبرا سيد درويش في اسكندرية. طيب ايه نصايحك لو حد عنده جروب وعايز يعمل فيه او يقوم بخدمة مجتمعية فيه؟ والله النصيحة اللي أنا أقدر أقدمها لأي حد إن هو يعني عمل جروب، يبتدي بقى إن هو من خلال هذا التجمع يبتدي يعمل شغل على الأرض، يعني يعمل تجمعات، والتجمعات دي من خلالها إن هو يقسم شغله للجان، واللجان دي تبقى كل لجنة مهتمة بحاجة معينة، ويبقى فيه كرو أو يبقى فيه كاست كبير جدا بيشتغلوا معاه، لأنه ويحدد اتجاهه أو هدفه، ما يبقاش الموضوع مجرد جروب على السوشيال ميديا وخلاص. والصبر طبعا ده اساسي، يعني لان فعلا في ناس كتير جدا بيكون عندهم جروبس وافكار هايله ان هم يقدروا يساعدوا بيها غيرهم، وبعدين تحسي ان هم بيهبطوا من فكره ان هو بيزهق، او ان هو بيحس ان محدش سامعه، او ان هو بيحس ان هو مش قادر على ان هو يصبر ان الموضوع يكبر واحده واحده. بالظبط، لان كمان الشخصيه المصريه عموما بشكل عام بتتحمس جدا في الاول، وبعدين مع مرور الوقت بيبتدي الحماس ده هو يختفي. صح. فلازم طول الوقت بتقدمي جديد، وطول الوقت بتشدي الناس، حتى لو ابتدوا ان هم يناموا، لا انت طول الوقت لازم يكون عندك افكار جديده تقدميها وتشديهم دايما للتجمع ده. مهندسه دعاء طاهر، بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا النهارده. انا اللي شاكره جدا لحضرتك، ميرسي، الشرف ليا. شكرا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم في نفس الميعاد الاسبوع الجاي. باي باي.